المعرض الدولي للكتاب في طبعته 23، المكان يعج بالزوار هنا بقصر المعارض. كبار صغار، تلاميذ، طلبة، أساتذة، دكاترة، الكل يبحث عن كتابه المفضل في المجال الديني، الشعر والأدب، المطبوعات الجامعية، الاقتصاد، إلا الأورقة التي تحوي الكتب السياسية فارغة على عروشها، لا بيع ولا شراء. ما عنديش اهتمام كبير لها، يعني التاريخ أحسن، وكاين كتب تختص بتربية أطفال إلى غير ذلك. هذا اللي حبيت نشوفها في هذا المعرض إن شاء الله. الحق أنا أهتم بكل ما يتعلق بالجانب الثقافي، الجانب العلمي أيضا، الجانب التربوي. يظهر لك فيه اهتمام، فيه اهتمام، لكن يبقى محدود، من خاصة لقراب التخصص أكثر منهم طلبة الإعلام والعلوم السياسية وربما حتى القانونية. ضعف المضمون، تكرار الأفكار، عدم الجرأة في طرح مواضيع الراهن السياسي للبلد، ونقاط تجذب القارئ في صورة منظومة الحكم في الجزائر وخفايا الأحزاب والشخصيات التي تصنع الجدل، معطيات جعلت القارئ يطلق الكتب السياسية. هو ليس طلاق للكتب، هو طلاق للمضمون. أحياناً نجد عناوين رائعة جذابة، ولكن حينما تتصفح فهرسها أو تقرأ فصلا من فصولها أو حتى خلاصة من خلاصات تجد أن فيه تكرار واستنساخ لما كان قد قيل. البحث عن كتب تبحث في السياسات الجديدة التي تجعل التقارب بين الأقطار قائم ليس فقط على العلاقة السياسية، العلاقة الاقتصادية والعلاقة الاجتماعية، ولا سيما التكامل التنموي. بصراحة لم أجد شيئا كبيرا منذ الصباح وأنا أطوف بأجنحة هذا المعرض الكبير. فيه كتب كثيرة، في عناوين كثيرة، لكن بعض مضامينها ضحل وضعيف، وبعض العناوين التي نبحث عنها لا وجود لها. كتب الأمس كانت تصنع النخب السياسية، أما اليوم عبارة عن تسجيل حضور وتصفية حسابات لا أكثر.